غادي ينوض عقبه بن ابي معيط وغادي يمشي يجمع الناس والقدر ديال ديك الناقه من بعد ما ولدات وتسنى رسول الله عليه الصلاه والسلام حتى سجد وغادي يرميها عليه غير يرميها على ظهره. والمشركين كانوا كيموتوا بالضحك ورسول الله كان ساجد لمولانا. وهنا في هذه اللحظه غادي تسمع هذه الاخبار بنت فاطمه ومشات كتجري لعنده كتمسح هذا الوسخ عزكم الله على ظهر الاب ديالها سيدنا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس وعدد ما وسع علم الله. سلام الله عليكم أينما كنتم ومرحبا وسعيدة كدائما وأبدا بلقياكم. تبارك الله رحنا غادي مزيان وصلنا للحلقة الثامنة إن شاء الله إن شاء الله نوصل للحلقة الثلاثين. هو الأول قبل ما نبدأ في حلقتنا الليلة قولوا لي واش بديتوا كتدخلوا معايا في المراحل حيث كتعرفوا راني غادي ليكم بالتتبع داكشي مسلسل في القصة ديال سيدنا رسول الله. بعد الخطرات كنلقاو هاد الأسئلة نتاع عفا قولي لنا هاد الحادثة وهاد الحادثة كل حادثة وكل معركة وأي حاجة غادي نوصلوا لها إن شاء الله. وكنوعدكم باللي أنه من هنا الحلقة الأخيرة إن شاء الله حتى شي حد فيكم ما غادي يبقى عنده شي مشكل في الفهم من مجموعة من المصطلحات في سيرة سيدنا رسول الله وتولي وتسمعوا المعارك وتفرحوا انكم تسمعوها. لانه فاش كتسمعوا معركه كاين اللي ما تعجبوش يسمع داكشي ولكن فاش غادي نحكي لكم بطريقتي وبالتفاصيل ديالي كنوعدكم غادي تبدل لكم النظره والنفسيه باش انكم تعاودوا تسمعوها ثقه في النفس. وهذا كله من بعد اذن مولانا ان شاء الله تعالى. خلي ما نطولش عليكم كثرت عليكم في الكلام ونقول لكم لنبدا. كنا خلنا بديك الحلقه بلانه كان رسول الله هو الوحيد اللي كان كيجهر بالقران قدام الناس وقدام الكفار ووسط هادشي كان كيتعرض للاذى. اما صحابه مازال ما قدروش انهم يتجرؤوا باش انهم يجهروا بالقران قدام المشركين. واحد النهار كانوا صحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام جالسين تيهضروا مع بعضهم وقال واحد منهم شكون غادي يتجرأ منا ويجهر بالقران باش يسمعوا القريش حيت مازال ما سمعوه منا حنا اصحاب النبي. ما غادي يتجرأ حتى شي حد من غير عبد الله بن مسعود اللي كان ضعيف البنيه. قال انا غادي نقرا القران قدامهم. قالوا لي صحابه لا بغينا شي حد من غيرك. لا انا اللي غادي نقوم بهذا الامر. ناض عبد الله بن مسعود ومشى للمقام وبدا كيجهر بالقران وغيبدا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران قريش داروا. شكون كيتجرأ يقرا القران؟ ها هو تيبان لهم عبد الله بن مسعود. بداو كيضربوه باش يحبسوه ولكن هو مصر انه يقرا. خلق الانسان علمه البيان تحموا عليه وكيضربوه هو باقي مازال تيقرا جهرا ما خلاو حجر ما خلاو صناد ما خلاو حتى حاجه الا وضربوا به. اللي في يديه شي حاجه كيشيرها عليه وهو ما عندوش صحه ولكن الايمان ديالو كان قوي حتى غادي يطيح للارض والملامح ديالو ما بقاوش كيبانوا بقوه الدم. النهار الثاني قالوا لي صحابو شفتي مناش حضرناك البارح؟ قال لهم والله اليوم عندي اهون من البارحه واذا بغيتوا نخرج ليهم مره اخرى ونجهر بالقران ما عنديش مشكله نخرج دابا. غادي منعوه وقالوا ليه صافي راك سمعتيهم كتاب الله. قال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ساق زعما الرجلين تاع عبد الله بن مسعود اثقل في الميزان من جبل احد. الله الله المشركون المساخط كانوا كيعذبوا اي واحد كان تيقرا القران وفوق من هذا الشيء ما كانوش كيخليوا الناس انهم يسمعوا ومع هذا كان تيعجبهم هما انهم يسمعوا. فراسكم هذه سمعوا ابو جهل واحد الطبقه اللي كانت من اعداء رسول الله ومن كبار المشركين كان كل واحد فيهم فاش يطيح الظلام كان كيمشي كيتسلل شي بلاصه قريبه من بيت سيدنا محمد باش يسمع القرايه ديال رسول الله. حتى شي حد منهم ما عرف الاخر واش حتى هو راه داير نفس الحاجه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وإن كان الجبل غليظ وقاسي جماد لو فهم هذا القرآن وتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله. فكيفاش يليق بكم أيها البشر أنه ما تلينش القلوب ديالكم وتخشع وتتصدع من خشية الله. أبو جهل كيسمع بوحده أبو سفيان الأخنس كل واحد فيهم تيسمع بوحده. هما راجعين في حالهم غادي يتلاقوا بثلاثة بهم وغادي يسولوا بعضياتهم شنو تديروا هنا وعرفوا كل واحد شنو كان تيدير تما وتعاهدوا انهم ما يعاودوش يرجعوا لنفس التصرف. اما الليله الثانيه كل واحد فيهم غير رجع يسمع القران مره ثانيه. كل واحد فيهم تيسمع ولكن القلوب ديالهم ما كتدبرش كلام الله. ومره اخرى غادي يوصل الفجر فاش غادي يكونوا راجعين غادي يتلاقاو مع بعضهم وتواعدوا باش انهم ما يرجعوش ولكن الليله الثالثه غادي يعاودوا يرجعوا. كانوا على يقين داخليا انهم هادشي اللي تيسمعوا راه هو كلام ديال مولانا وهذا راه هو نبي الله
ولكن عنده تكبر، وهنا غادي تبدا مرحله جديده ما بين المؤمنين والمشركين. اي واحد عنده شي خدم اللي هو ضعيف ودخل الاسلام غادي يبداو بالتعذيب ديالو، الجلد والتعذيب والجوع والضرب. بلال بن رباح اللي كلنا عارفينه كان مملوك الاميه بن خلف. بلال غادي يامن بمولانا وغادي يحط له هذه اميه حبل على عنقه، وغادي امر الدراري الصغار انهم يجروه للجبل مكه ويبداو كيلعبوا به، وهو كان تيقول غير احد 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 احد. كانوا كيجوعوا ويعطشوا وكيخرجوا فوق الظاهره، الشمس مازال باقا سخونه، وكيحطوا فوق الرمال من الجسد ديالو كانت سخونه والصحراء، وكيحطوا الصخره حتى هي على الجسد ديالو، وهو دائما متشبت وتيقول احد 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 احد. أمية بن خلف تيقول ليه بلال غادي نبقى بيك بحال هكا حتى تموت، أولا تكفر بمحمد وتآمن باللات والعزة، هذوك الخزعبلات ديال الأصنام ديالهم. وغادي يقول ليه بلال أحد من أحد. واحد النهار غادي يدوز عليه أبو بكر وقال يا أمية واش ما تقيش الله في هذا المسكين، حتى الإمتى غتبقى كتعذبو؟ قال ليه أنت في ستي يواجه يعتقو دابا من هذا الشيء اللي هو فيه. أبو بكر غادي يشريه منه وغادي يعتقو، وهنا أنزل الله تعالى في أمية سورة الليل فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. من غير بلال كانت حمامة أم بلال وعامر بن فهيرة اللي كانوا كيتعذبوا حتى ما كيعرفوش شنو كانوا كيقولوا. كانت واحد مرة اللي سميتها زنيرة من السابقات للإسلام واللي تعذبات على يد أبي جهل، وكانت من السبعة اللي شراهم أبو بكر حتى نقذهم من التعذيب، غادي تعذب في مولانا حتى تعمات، وما زاد هذا الأمر إلا إيمانا. أما خباب بن الأرث كان عند أم النمار الخزاعية، كانت هي اللي شاريها وكان شاب صغير، كانت كتأمر العبيد اللي عندها أنهم يحيدوا الحوايج الفوقانيين وينعسوا على الجمر على ظهره حتى كتخرج ليه الشحمة وطفي هذاك الجمر حتى ولا ظهره كله محفر. ورغم هادشي ما استسلمش وما خلاش الاسلام. هاد خباب غادي يمشي عند رسول الله يتوسل ليه، هو لا يحشي حاجه خفيفه على الجسد ديالو، وطلب منه قال ليه يا رسول الله واش دعي لينا مولانا. كان طلب بسيط انه يطلب من رسول الله يدعي مولانا انه ينصرهم. غضب الحبيب وبغى يعودهم على الصبر ويكون عندهم تحمل، لانهم هما عاد داخلين على مراحل الجهاد اللي كانت كبيره بزاف. قال ليه قبل منكم الراجل كانوا كيحفروا ليه الحفره وكيجيبوا منشار ديال الحديد وكيقسموا ليه راسه على زوج، وكيجيبوا مشط من الحديد وكيمشطوا ليه به ذاته حتى كيتفرق ليه اللحم ديالو على ذاته، ولكنكم قوم تستعجلون. اما آل ياسر العائله المشهوره اللي غادي تسلم وغادي يعذبوها كلها بالعافيه، كيدوز عليهم ابو جهل وكيقول لهم زيدوا عذبوهم وجلدوهم. رسول الله فاش كيدوز كيشوفهم كيقول لهم صبرا الا ياسر صبرا فان موعدكم الجنه. اما ابا جهل غادي ياخذ موس اللي غادي يضرب به الام نتاع عمار اللي ماتت، اما باه مات من شده التعذيب، غادي يعلقوا عمار بالعصا وما صبرش وبدا كيقول داكشي اللي هما بغاو من كلمات كفر. من بعد مشى تيبكي عند رسول الله وقال له يا رسول الله راني ما قدرتش نصبر على داك العذاب، وقلت فيك وقلت هادي وهادي وهادي وهادي. وهنا انزل الله تعالى في شأنه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، قال الحبيب لعمار ان عادوا فعود. تيقول ابن عباس على دوك اللي تعذبوا كانوا كيتعذبوا حتى فيهم ما بقاش قادر اللي يجلس مستوي من شده الالم والتعذيب. كاين فيهم اللي تيقولوا ليه اللات والعزى هي الالهه ديالكم من دون الله، وكانوا كيديروا لهم الخاطر وكيقولوا اللي بغاو، لكن القلب كان مطمئن ومليء بحب مولانا والرضا والتسليم. المشركين الكفار بالله غادي ينتقموا من اصحاب رسول الله حيتاش دخلوا للتوحيد، وكانت هذه اصعب مرحله. ابو بكر فاش بدا كيشوف هذه المناظر ما قدرش يسكت، فمشى غادي ياخذ فلوسه وغادي ينفقها كلها في سبيل الله، بدا كيشري لكل محتاجه ويعتق في المسلمين ويشري هذا وهذا غير باش يحررهم. وكيف قلت لكم كان بان ليه بلي انه بلال كان تيعذب اميه، مشى عنده قال لي غادي نشريه منك، ما بغاش وهو يرفع ليه الثمن حتى عطاه على قبله ثمن غالي، هو يقول ليه لو كان بعتي لي بلال بوزن تاع الذهب كنت غادي نشريه منك، وهو يعتقه. وهنا غادي يجي ابا بكر اللي مازال ما سلمش، قال لي شنو كدير؟ علاش كتشري الضعفاء من الناس؟ لو كان شريتي رجال اقوياء اللي يحميوك. قال لي يا ابي انا ما تنديرش هادشي من اجل هادشي اللي قلتي. قال لي علاش كدير هادشي؟ قال لي انا كنديرو لله عز وجل وصاف، كنفق الاموال ديالي في سبيل الله. وهنا انزل الله تعالى قوله وسيجنبها الاثقى الذي يؤتي ماله يتزكى، غادي يزيدو يكملو يأذيو في رسول الله. ولكن اللي صعيبه هي انه كان الاذى من اقرب الناس ليه، عمو ابو لهب
اللي كانت عنده واحد الزوجة اللي كانت خبيثة وقاسية وصليطة اللسان، كانت كتحط الشوك والحطب في طريق سيدنا محمد وفي باب بيتو. لما سمعت أنه مولانا نزل في رجلها الآيات: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. كان كيسحب لها بلي هادشي راه كان غير ضحك. غتمشي عند الصحابة وهم جالسين والحبيب ما بيناتهم، وكانت هزة واحد الحجرة اللي هي كبيرة وصلت الصحابة، والحبيب كان جالس. فين هو المذمم؟ قالوا لها شنو بغيتي فيه؟ قالت لهم سمعتوا بلي انه هجر زوجي ورسول الله تخيلوا كان قدامها، ولكن مولانا غادي يعمي لها البصيره وما قدراتش تشوفوا ما بين الصحابه. قالوا لها شنو بغيتي؟ قالت لهم لو كان شفتو كنت غادي نضربو بهاد الحجره. وهنا انزل الله تعالى وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد، زعما في جهنم غادي تجرب الحبل منصوف من مسد. واحد النهار كان جالس كيصلي سيدنا رسول الله حدا الكعبه، غادي يشوفوا المشركين عقبه وشيبه وعتبه وابو جهل وغيرهم من الكفار، وقالوا لبعضياتهم شكون يمشي عند آل فلان اللي ديك الساعه يلا ولدت لهم الناقه ديالهم، فغادي يطلبوا بعضهم شكون يجيب ديك المشيمه وغيرها نتاع الناقه ويرميها على ظهره وهو تيصلي. غادي ينوض عقبه بن ابي معيط وغادي يمشي يجمع النجس والقذر ديال ديك الناقه. سنى رسول الله حتى سجد ورماها عليه على فوق ظهره، والمشركين كانوا تيموتوا بالضحك، ورسول الله كان ساجد لمولانا غارق في ربي. فهاد اللحظه غادي تسمع هاد الخبر بنتو فاطمه، ومشات كتجري لعندو كتمسح هاد القذر على ظهر الاب ديالها وكتبكي. لما صلى رسول الله الصلاه ديالو وهي كتبكي وكتشوف هاد المشركين شنو داروا في الاب ديالها، قال لها رسول الله: لا عليك يا بنية، الله مانع أباك، الله ناصري. مشى رسول الله عند المشركين وهم تيضحكوا ودعا عليهم: اللهم عليكم بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بشيبة وبفلان وبفلان وبفلان. تيقول ابن مسعود اللي شهد على هذا المنظر: والله رأيت الذين سماهم الحبيب كلهم صرعا في أول معركة، معركة بدر اللي قريبة الحلقة ديالها، وغادي تعرفوا النهاية ديالهم كيفاش كانت كارثية. أما أمية بن خلف كان كيسب رسول الله جهرا وحتى سرا. أبو جهل واحد النهار جا عند المشركين صحابه وقال لهم: أيعثروا محمد وجهه بينكم؟ قالوا لي: نعم. قال لي: هود إذا شفتوه نعفط عليه برجلي. قالوا لي: ها هو الهيرا كيصلي. فإذا بأبي جهل مشى لرسول الله باش يصطم عليه. واحد اللحظة هو يتراجع، الناس تيشوفوا فيه: مالك شنو واقع ليك؟ وفي هذه اللحظه هو تيرجع للور وكيحط يديه قدام وجهه بحيلة كانت كيبعد عليه شي حاجه، ورجع خايف. قالوا ليه: مالك ياك لاباس؟ علاش درتي بحال هكاك؟ قال لهم: راه بيني وبينه لا خندقا وشفت اهوال وامور عظام. لما سال رسول الله من صلاته قال لهم: لو اقترب مني لو كان خطفته الملائكه. واحد النهار رسول الله مشى عند شي واحد يدعوه للاسلام وهو يسلم، ويمشي عند صاحبه ويقول له: راني سلمت. قال لي: صبأت؟ قال لي: بل أسلمت، سمعت كلامه وسلمت. قال لي: أنت ماشي صاحبي حتى تكفر بهذا الدين وتمشي عند محمد وتبصق لي على وجهه، استغفر الله العظيم. وفعلا داكشي اللي غادي يدير هذاك. وهنا أنزل الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. رسول الله تعرض لأذى كبير وصبر وثبت مولانا لدرجة أنه الجيران ديالو والأقرباء ليه كانوا كيحطوا القذر والنجس عند الباب ديالو، غير هو كيخرج يبان لي هاد الشيء وتيقول: يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ هادشي كله حيتاش فقط دعاهم التوحيد، دعاهم لا إله إلا الله للمصلحة ديالهم. لما تزير الحال على الحبيب غادي يقرر باش أنه يجتمع بصحابه عند الصفا لواحد الدار اللي كان كيمشي لها رسول الله سرا. فاش كيطيح الظلام وكلشي كيسد عليه، الصحابة كانوا كيخلطوا على رسول الله لهاد الدار، تيدير واحد جلسة في مولانا مع خير خلق الله. كان أبو بكر والإمام علي وعثمان بن عفان وطلحة وعبد الرحمن وبلال وعمار بن ياسر وكل من سبق الإسلام، وأي حاجة تيقولوها مع بعضهم في ديك الدار كانت كتبقى سر. في ديك الدار غادي يتعلموا العلم والإيمان، وفي هاد الدار غادي يوقعوا بزاف ديال الأمور اللي غادي تكتشفوهم في الحلقات الماجية. وهذه هي كانت حلقتنا الليلة، كنتمنى أنكم استمتعتوا بها. أما سؤالنا الليلة، شكون هي ديك خيتي اللي مشات وقفت على الصحابة ونوات باش أنها تضرب رسول الله ولكن ربي عمل لها البصيرة ما بيناتهم؟ إذا كنتم مركزين غادي تعرفوا سميتها. دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقاكم في حلقة الغد إن شاء الله بصحة فطوركم. سلام سلام.